تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه شكر وامتنان من اصحاب المعالي والسعاده رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والامه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الشقيقه بمناسبه عقد اجتماعهم العاشر الذي استضافته المملكه هذا اليوم. وعبر رؤساء المجالس عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد نائب القائد الاعلى على ما لقوه من حسن استقبال وكرم وفاده في بلدهم الثاني مملكه البحرين متمنين للمملكه حكومه وشعبا كل التقدم والازدهار